لا باليمين. عندنا طبعا هذا التدريب الأول بعد إنشاء الاتحاد وفصل على اتحاد الرماية الخاص بالسيدات، التدريب الأساسي في مدرسة جيل الثورة في راس حسن. التدريب هذا يستمر لمدة حوالي 7 أيام متواصلة، وبعدين إن شاء الله حنكون في التمارين اليومية بمعدل 2 يوم في الأسبوع إن شاء الله. إحنا في طور نشر اللعب على مستوى ليبيا. بالنسبة للرياضيين الرجال في إقبال بشكل معقول، وفي عندنا رماة يعني أكثر من 50 رامي في ليبيا. بالنسبة للسيدات في الدورة هذه مشاركين فيها حوالي 18 الفتاة بين نساء وفتيات، وكويس الإقبال يعتبر معناه. والله إن شاء الله إحنا في خطوة بحيث إن نعدوا في الفريق خاص بالسيدات ليمثل ليبيا إن شاء الله عربيا وإقليميا ودوليا. إحنا اليوم متواجدين في مدرسة جيل الثورة، عندنا دورة لرماية القوس والسهم برعاية كريمة من النادي، من الاتحاد العام للقوس والسهم، ولهذا إحنا محظوظين نعتبره جدا، لأنها تعتبر كأنها النواة الأولى للفرقة لفريق السيدات على مستوى طرابلس في الفترات هدية أنتم تشوفوا فيها يعني الحالة حرجة. لكن إحنا حاولنا أن نطلع من الروتين ونكسر الروتين في لعبة تفيد البنت وتنمي المواهب متاعها، وفي نفس الوقت تعطيها عزة بنفسها وثقة، وتعطيها تملأ وقت الفراغ متاعها. ومن غير هيك إحنا نسعى أن يكون اسم ليبيا موجود في كل المحافل الدولية والمحلية. فعلا احنا في البدايات، بداياتنا حاولنا ان احنا نسعى ان يكون في فريق اكبر من هيك، لكن حصرناها احنا في البدايه في فرقه المرشدات، لان كفريق متكون موجود من الاصل، ودرناها دعوه عامه لكل اللي حابين ان يشاركوا في الموضوع. الاقبال هو مش شديد، لكن اللي تجي هي عندها الرغبه، واحنا هي هذا اللي يهمنا في الموضوع، الاستمراريه. وان شاء الله باذن الله في المستقبل اكيد حيزيد العدد، لان هي كلعبه هي محبوبه.